مرحبا بكم. اليوم رح نحكي عن موقع learnoudonline.ca. هذا الموقع أنا أنشأته من مدة سنتين، بيعلم الموسيقى بطريقة أكاديمية بالنوتة الموسيقية. هذا الموقع هو موقع أغلب المحتوى هو باللغة العربية، في جزء من المحتوى باللغة الإنجليزية، عبارة عن فيديوهات محملة على الإنترنت. مثل ما شايفين عنا الموقع هو learnoudonline.ca. learnoudonline.ca أول شيء راح نشوف الصفحة الرئيسية أو الهوم بيج، وعنا هون الكورسات. الكورسات مثل ما شايفين في عنا المبتدئ البيجنرز الانترميديت والأدفانس، هدول ثلاث مستويات. وفي عنا كمان التقاسيم، تقاسيم فاندمنتلز هن التقاسيم الأساسية تعلمها، وفي عنا التقاسيم الأدفانس، وفي عنا هون كورس بالإنجليزي، يعني محتوى الفيديوهات هي بالإنجليزي، موجود فيها 75 درس. من الفيديو رقم 1 للفيديو 75 بتغطي كل المستويات اللي هنين المبتدئ والمتوسط والمتقدم. هدول المستويات الأولانية باللغة العربية، التقاسيم الأساسية والتقاسيم المتقدمة كمان باللغة العربية. أما اللي باللغة الإنجليزية الشرح هو الانتنسيف انجلش كورس، هذا مثل ما قلنا بيتضمن 75 فيديو. وفي عنا التقاسيم انجلش كمان هي بالانجليزي، يعني تعلم بعض التقاسيم بالانجليزي. طبعا التقاسيم في منها التعلم بالسمع وفي منها بالنوتة الموسيقية. اذا هي بالنسبة للكورسات. الكورسات ثلاث انواع اللي هي عن طريق الاشتراك، اما اشتراك شهري او نصف سنوي أو سنوي. الاشتراك الشهري مدته شهر، بيدفع الطالب $50، والاشتراك اللي مدته 6 شهور بيكلف $200 أمريكي، والاشتراك السنوي $300 أمريكي. هاي بالنسبة إذن للكورسات. إذن كورسات محتواها بالعربي ما عدا آخر كورسين اللي هنن باللغة الإنجليزية، طبعا اللغة الإنجليزية البسيطة. إذن هدول الكورسات بيعلمونا النوتة الموسيقية الأكاديمية. كثير الطلاب بيقولوا لا نوطة حرفية، لا، حقيقة النوطة الأكاديمية هي بتعلم الطالب بشكل أكاديمي بروفيشنال، وزائد بيكون عنده هو فهم مضبوط للنظريات الموسيقية، بالإضافة إلى المشي مع الإيقاع، يعني مع الزمن الموسيقي الصح. لما بتنعزف كل علامة موسيقية بزمن الموسيقي الصح، هو الحل الوحيد هو قراءة النوطة ومتابعتها بالنظر وترجمتها للعزف. في جزء تاني اللي هون الجاليري، او فيه مجموعة من صور الأعواد اللي عندي، هي صور أعواد قديمة حقيقة صار لها فترة طويلة معي، وحابب أنا يعني الطلاب المحترفين اللي حابين يشتروا أعواد قديمة أو مهتمين بالأعواد القديمة، هي أعواد سورية مجملة طبعا هي للبيع، أعواد قديمة أقل واحد عمره 30 سنة. وفي عنا كمان About Us، بيحكي عني وعن مسيرتي الموسيقية، وعن الكونتاكت اللي هو عنواني ورقم التليفون والإيميل إذا حبيتوا تتواصلوا معي أو عندكم أي استفسار. بالنسبة للكورسات، شو الفرق ما بين الكورس الشهري والنصف السنوي والكورس السنوي؟ ميزت الكورس الشهري أنه الواحد قبل ما يفكر انه يدفع مبلغ $200 أو $300، ممكن يدفع $50 مدة شهر يشوف تعليمي عجبه ما عجبه، فهي تجربة خلينا نقول، اذا عجبه ممكن يتابع معي مدة 6 شهور او سنة. بالنسبة للكورس اللي مدته سنة، فيه ميزة انه انا بتابع الطالب عن طريق الواتساب او عن طريق الماسنجر او عن طريق اي وسيلة سوشيال ميديا، لكل فيديوهات هو بيتعلم عليها وبيتدرب عليها، وكل الدروس وانا بتابعه خطوة بخطوة لمدة سنة. وبالاضافة الى الفيديوهات اللي انا بشرحها على اليوتيوب، بعض النوتات اللي انا بكتبها او اللي هي موجودة بالاصل ممكن تساعده كيف يعزفها بشكل بروفيشنال.
هاي بالنسبة للكورسات. إذن ميزة الاشتراك السنوي هو في متابعة للطالب خطوة بخطوة بالنسبة للدروس الموجودة على موقعي. هاي بالنسبة لتقريبا شرح بسيط للموقع Learn عود أونلاين .ca لتعلم النوتة الموسيقية بشكل أكاديمي. هاي بالنسبة للموقع Learn عود أونلاين .ca بتمنى يكون وصلت فكرة الموقع وكيفية التسجيل، وإن شاء الله ينال إعجابكم. شكراً.